أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. نتجول مع مجموعة من الأهداف في حقب مختلفة، نتذكر أجيال وأجيال مرت على الكرة الكويتية سنوات طويلة من خلال هذه المباريات، سواء على مستوى الأندية، على مستوى المنتخبات الوطنية، على المستوى الخليجي. هذا البرنامج برنامج سريع في رتمه، نعرض مجموعة من الأهداف نتذكرها بين حين والآخر. بعد الفاصل سنبدأ المشوار. في 18/2 عام 2000 التقى أيضا منتخب الكويت ومنتخب نيبال في هذه التصفيات، تصفيات آسيا لكرة القدم، والفارق شتان ما بين منتخب الكويت ونيبال كما هو بين الكويت وبوتان أيضا في عالم كرة القدم. وكان أيضا الانتصار على الكويت بفوزهم على فريق نيبال. نسترجع الأهداف الآن عندما نقول سنة 2000، هذا أيضا مرت عليها سنوات طويلة. دعونا نشاهد الإصابة. حقيقة أتمنى منكم أعزائي المشاهدين أن تدعوا لنجمنا جاسم الهويدي بالتوفيق ويحطها. جول جول. شنو هذا يا بشار؟ برافو برافو على هالروح الرياضية. حاط رغم جاسم الهويدي، وأنا أتكلم عن جاسم الهويدي قبل ثواني، تدعو له بالشفاء العاجل، وهذا تأكيد آخر من بشار عبد الله اللي يحمل الرقم هذا. على فكرة هذه يعني الحركة هذه من سعد الهملان، يعني ما حد يدري فيها غير بشار. وسعد الهملان قال لي التقيت فيه وأنا أخذ الأسماء، قال والله حاط أتمنى لما كلمته عن جاسم. وشوف بشار عبد الله وضع الكرة بكل حرفنة بكل هدوء داخل المرمى، الهدف الأول في الدقيقة 9 على رغم بشار عبد الله، على رغم دقيقة 9 أيضا يسجل صاحب الغرار ضربة حرة، غير ضربة حرة مباشرة بشار عبد الله. بشار يلعبها، الله يا بشار، جول 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 جول. وارفع فانيلتك وعطنا رغم الهويدي، وخلي الهويدي كأنه معانا فعلا، معانا بقلوبنا، عايش معانا في لحظاتنا، في فوزنا، في خسارتنا، كل لاعب من لعيبة منتخبنا الوطني. وبرافو بشار، وبرافو بشار عبد الله، وبرافو بشار عبد الله اللي يسجل الهدف الثاني. شوف 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 شوف، برافو يا بشاردو، برافو يا بشاردو. حلوة، جول جول جول. الهدف الثاني، الهدف الأول والثاني من بشار عبد الله في الدقيقة 34. في الدقيقة 34 بشاردو يسجل الهدف الثاني. لعبت خضري، حاول مور، شوت، تضرب، تتهيأ لفواز، فواز وبران يلعبها على طول، ران ملعوبة ما فيها شيء. الخضري، خضري حاول يمر، الخضري كرة معاه، يلا الهدف الثالث، يلا الهدف الثالث، يلا الهدف الثالث، الثالث الثالث والهاتريك، ثالث وهاتريك لبشار عبد الله. خلاص قلت الثالث، الثالث قبل ما ينتهي الشوط الاول. بشار عبد الله الظاهر انه ما يبي يزعلني على طول، والهدف الثالث، والهدف الثالث. شوف 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 الخضري، شوف الخضري لما اياها، شوف حطها في مكان حلو، وشوف بشار احلى، بشار احلى بزاويه البعيده، زاويه البعيده في الدقيقة 46، في الدقيقة 46 ايضا هدف ثالث لبشار عبد الله. اذا هاتريك، هاتريك للنجم في هذه التصفيات. بشار عبد الله، بشار جول جول. الهدف رقم 14 لبشار عبد الله في هذه التصفيات، والسادس دوليا، والسادس دوليا. واحد يقول شلون 14 والسادس دوليا؟ نعم، لان ثمان اهداف تخصم على بشار مثل ما قلت من مبارياته امام بوتان الغير معترف فيها في الفيفا رسميا، ولكن طبعا 6 اهداف هذه رسميه الان لبشار عبد الله في هذه احمد موسى، احمد موسى، احمد موسى، احمد موسى، احمد موسى. بشار جول 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 جول. برافو، ثنائيه حلوه، برافو، ثنائيه حلوه ما فيها تأني من احمد موسى. شكرا احمد موسى، شكرا احمد موسى اللي قدمت لك هدف حلو لزميلك بشار عبد الله. شكرا. 15 هدف،
في التصفيات لبشار عبد الله وسبع اهداف دوليه الان له في هذه التصفيات، سبع اهداف دوليه لبشار و15 هدف له حقيقه في هذه البطوله وخمس اهداف. شوف 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 ما فيها تأني، ما فيها تأني من احمد موسى، اعطاها بشار لانه افضل منه واعطاه حتى يسجل اهداف اكثر تحسب له وتسجل لنجم من نجوم منتخبنا الوطني بشاردو، وهدف من يعني رسم بياني له احمد موسى، ارسمها له رسم بياني احمد موسى وقال له يلا يا بشار حط الهدف الخامس، حط الخامس، وفعلا بشار الهدف الخامس في الدقيقه 48. في 16/10/2000 في كأس آسيا في لبنان التقى الكويت وكوريا الجنوبية، وعاد لما نقول الكويت وكوريا الجنوبية عاد ما شاء الله مباريات مداحر مثل ما نحكي بالعامية، كانت مباريات مميزة، ولكن المنتخب الكويتي في تلك المرحلة هو آخر جيل ربما نقول، وكما قلت سابقا 2000 كانت هو الكرة الكويتية متوهجة، ثم فيما بعد تراجع مستواها بعد عام 2000، ولكن لجاسم الهويدي ذلك اللاعب المتألق والقناص كلاما آخر، ولكن في مرمى كوريا الجنوبية. ناصر معك بدر، إلى بدر لعبها إلى بشار، كرة حلوة جاسم الهويدي، جاسم الهويدي معك يحاول يعدي بشار، يعدي روح كمل إلى جاسم الهويدي، الهويدي جول حلو مرسوم بالأكثر من لاعب ناصر الأصبر، أحمد المطيري، بشار، جاسم الهويدي، جول حلو في الدقيقة 42، جول يا ولد، قلت لك في دام تلعب صح الجولية تلعب صح، وانا اللي اقول اللعب انت اللي تقولون كرة حلوة ملعوبة، كرة حلوة، وهذه الاعادة عيد مثل ما تبي في لبنان، عيدها في كل مكان، قلت لك جاسم الهويدي بحط كتان قوي، شوفه صح صح صح، يلا شوف بشار يا ولد يا بشار، ايوه هذه لعباتك شوف الله اكبر، مو سهل انك خذيت ايضا هداف العالم، لا والله مو سهل جدارة حتى شوف اي والله. فرج لهيب لعيب برز وتألق وكان لاعب مميز، لاعب بارد في الملعب يسجل أهداف مو أنصاف الفرص بأربع الفرص، يملك إمكانيات عالية، برز وتألق، كان له حضور مع المنتخب الوطني ونادي الكويت، وكان أيضا من المهاجمين المميزين في أولمبياد سيدني، كان له هدف عجيب وحلو في مرمى منتخب المغرب في بطولة كأس العرب، دعونا نشاهد ماذا فعل فرج لهيب. في تغيير طبعا المنتخب المغربي، فرج لهيب يا ولد يا فرج، وي سوى فرج، ما يعني وهلنا يا فرج، انطرش ماكو، هيا وهلك خلاص طبعا العب الان، العب جول في الثانيه 55 يعني الدقيقه الاولى، فرج لهيب وصلت له كرة حلوة، وبالفعل يمكن من بشار أو كرة ملعوبة إلى فرج من بشار، وبالفعل جول فرج لهيب، شوف وين شايت قوية على طول، قوية في الدقيقة الأولى. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف، إن شاء الله استمتعتوا في أهداف اليوم، باكر إن شاء الله أهداف جديدة، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم، مع السلامة.